السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا ادنس حلوة بتضيف الاوتوكاد بتعمل ريبليس، يبقى انا عندي بلوكة عايز ابدلها ببلوكة تانية، تمام؟ اقول لكم على سبيل المثال عندي البلوكة دي عايز اخليها مكان ديت، ممكن يكون عندي مثلا عدد كبير جدا من البلوكات، فانا هعمل ايه؟ هقول له ريبليس واقول له ده السورس وده الريبليس ويز، وبعد كده بشوف بقى هل انت عايز نفس السكيل بتاع السورس ولا عايز نيو سكيل ولا عايز روتيشن ولا عايز تعمل روتيشن جديد ولا اللاير عايز تحتفظ بنفس اللاير ولا عايز تحطه على اللاير جديدة وعايز تلغي الديليت سورس بلوك ولا لأ. هبدأ أقول له بقى نفذ وأبدأ أعلم على كل البلوكات اللي أنا عايزها بالشكل دوت، يروح هو مبدلهم زي ما أنت شايف.